ونشوف أنا وياكم مباشرة وصفة الحلو. وصفة الحلو سريعة وسهلة وكمان شكلها غير شكل. خلنا نشوف المقادير على الشاشة. يلا بسم الله. لتحضير حلى القهوة بالقشطة بدنا 2 كوب بسكويت قهوة مطحون. هذا البسكوت بالسوق بتجيبيه، هلا بقولكم عنه. كوب ونص من الطحين، كوب ونص حليب باودر محمص، ونص كوب شوكولات مذابة، وعلبة قشطة. بالإضافة للتقديم رح نستخدم اللي هو الكاكاو من الكسيح، وكاكاو الكسيح مر خام غير محلى خاص للحلويات. يلا نجيب الشوكولات شيب، حطيتها أنا ببولة. هاي الطريقة بنسميها اللي هي البانماري. بانماري اللي هي البولة اللي بتكون فيها الشوكولات من فوق، ومن تحتها في عملية بخار بالطنجرة، أو في إلها أداة خاصة لتذويب الشوكولا بالأسواق. ولكن إحنا أنا ست بيت مش مضطرة أشتري كل هاي العدة لمحل أو مطعم أو كافيه أيا كان، فعادي بعمله بالبيت وبدبر حالي. هاي الكبسة صارت جاهزة، ورح نعمل أنا وياكم الحلو مع بعض. دوبنا الشوكولا، وهلأ هون في عندي البسكوت. هذا البسكوت هاي شكله أكيد رح تعرفوا، هيا هيك بيكون. هو بسكوت بنكهة القهوة، صراحة طعمه كتير زاكي، قهوة قهوة بحت. يعني اللي بحب إشي حلو بنفس الوقت بخاف من أكل الحلو على الريق، يعني في ناس أنا لازم أكل إشي حلو على الصبح على الريق مع القهوة بيعطي طاقة للجسم، بس بنفس الوقت مخففين حلويات. فهذا نوع من أنواع الإشي اللي ممكن تاكليه الصبح بدعم جسمك بطاقة، بس ما فيه شوكولات ودسم إلى آخره. تمام، بدك تطحنيه ناعم لما يصير بهذا الشكل، إما بتدق إيدا أو تطحنيه على محضرة الطعام. بالنسبة للحليب الباودر المجفف، بدك تجيبي حليب بودرة ناشف تحطيه بمقلاية أو تحت شواية الفرن وتضلك تحمصيه لما يصير لونه بني. أوعك يصير أغمق من هيك، بصير زي المحروق بيعطي طعم مرار. الحليب بس هيك، درجات البني الفاتح، علبة قشطة من السوق، والسلام. خلصت الوصفة. يلا بسم الله، رح نجيب البسكوت، الحليب، علبة القشطة. أيوة يلا، هاي علبة القشطة كمان. نحركهم مع بعض منيح، وبعدين رح نعجنهم بالشوكولات. حبيت تزيدي قشطة، حبيت تزيدي شوكولات، حبيت تخففي الحليب، يعني هاي الأمور ما بتأثر. أهم إشي إنه يتشكل معاكي عجينة. بس أنا قدر المستطاع حاولت أعطيكي مقادير صح للي هي الحلو. هلأ هون عندي الشوكولات، أي نوع شوكولا سادة عندك، بلوكات، الواح، أي نوع عندك بتجيبيه بتحطيه فيها. شوفي كيف من تحت بخار بس هيك. أهم إشي إنه المي، هاي المي ما نشفت، لازم المي تكون بعيدة عن أسفل البولة إن كانت ستيل أو أزاز. إذا المي المغلية لامست جدار الطبق، القاعدة بتنحرق من الشوكولا، فلازم إحنا بدنا عملية بانري بخار صح. قبل ما أروح هون رح أجيب سباتيولا، أو هيها أنزل المعلقة عشان ما أخسر ولا إشي. يعني هذا يمكن أحلى إشي في عالم المطابخ، المعالق، السباتول والسباتيولا والمسطرين وإلى آخره، كل هاي الأمور اللي بتساعدنا إنه ما نخسر ولا إشي من مواد المطبخ. رح أنزل الشوكولات المذاب ساخن عشان أقدر أشكل عجينة بهالطريقة. هيا، وهلأ بدنا نقول بسم الله ونستخدم إيدينا كرمال يصير في عندي عجينة. بسم الله الرحمن الرحيم، هيك بدي أعجنهم مع بعض وأطول بالي عليهم. هلأ أنت نوعا ما رح تحسي الخليط سايب ومش ماسك حاله عجين، لا فيك تزيدي شوكولات، فيك تزيدي قشطة، وفيك تستني عليه يمسك في الثلاجة، هو رح يتشكل في الثلاجة. شايفة كيف صار؟ ها هي أول معالمه بالضبط. نرجع بسم الله، حليب وبسكوت. ايوه طول بالنا عليه لاخر نفس. نرجع ونكمل العجين. احنا بس بنبلل في البسكوت
والحليب وجود القشطة والشوكليت. صباح الخير يا أم علي. صباح بنور النبي يا ربي. عليه الصلاة والسلام. أحلى تحية من رب العالمين يا رب. لكل أهالي عين الباشا. يا عمري نفر نفر حبيبتي، الله يجبر خاطرك بالدنيا وبالآخرة. أنت إحنا وأنت إن شاء الله، إحنا وأنت أجمعين يا ربي. يسعدك ستي. والله حبيت أصبح عليكم إني والله وأطلب منكم يمكن طلب غريب، إنه بدي دعواتكم ودعوات أمة محمد أجمعين لأولاد جيراني اثنين بمستشفى السلط، إياد نصر الله وربيع العشوش. سلامتهم ألف سلامة من غير شر عنهم. الله يسلمك. والله هذول مش جيران، هذول أولادي كمان بعتبرهم. والله أجر وطهور وعافية إن شاء الله. حبيبتي حبيبتي يقوموا لك بالسلامة بإذن الله. حبيبتي الله يشفيهم ويشفي كل مريض. اللهم آمين. اللهم آمين. الله يشفي حبيبتي. الجميع يا رب يا رب. حبيبتي شكرا شكرا حبيبتي بالكام. ألف سلامة عليهم. هلأ هيك ممكن أنت تشوف الخليط سايب وما إلوش دخل بالعجينة، ولكن إحنا إذا رجعنا شكلنا رح يتشكل معي. إذا فيك تعملي تفردي مثل السويسرا اللي بتقطعي بالسكين مكعبات مربعات، فيك تعملي دوائر أو تعملي زي ما أنا رح أعمل. كيف أنا يا ساتر كيف أنا أستخدم قوالب الحديد؟ هلأ السيليكون سهل تفكي منه أي نوع من أنواع الحلو، بس القوالب المعدن كيف أنا بدي أفكه منه؟ خدي لك هالشغلة، بتجيبي النايلون تبع أو اللي هو رول الشفاف تبع تغليف الأكل، تمام؟ وبدنا ناخد قطعة كبيرة كبيرة عشان أنا بدي أعمل مثل اللي هو الشكل تبع القالب. رح نبعد رح أخذ قطعة كبيرة، تمام هيك، وبعدين أنا بدي أحط النايلون جوا القالب عشان لما أحمل الحلو أحمله هو والكيس ويطلع ما يخليش ولا نقطة وراه، وبنفس الوقت ياخد شكل القالب. أنا عاملته بقالب مزخرف بس بدي أعطيكي الفكرة. أول إشي دائما بهذا النوع من الحلويات بتبلش تحطي في منطقة الحواف والأرق عشان ناخد الشيب أو الشكل للقالب صح. طبعاً الشوكولات هلأ دايم لما بفوت على التلاجة رح يرجع يجمد، فبطلع عندك قالب جامد هالشكل. وبعدين بدنا نرجع نعبي كل الخليط ونضغط القالب لما يصير في عندي قالب من هو حلى القهوة والقشطة والشوكولات. شوفي كيف ما أحلى. ايوه نكمل. ممكن تعملي بقوالب صغيرة اللي هي للشخص الواحد بصير، يعني اللي بده يتفنن بتفنن، بس أهم إشي الأساس الوصفة تكون صح، هذا هو أهم إشي. طبعا لونه رح يصير على أغمق بالتلاجة، ليش؟ لأنه الشوكولات برجع بمسك حاله والقشطة تمسك حالها، فبالتالي أكيد المكونات رح تصير لونها أغمق. شايفة بنمشي على هذا عشان ما تلاقي فيه فراغ بتحضير الطبق أو حتى بالقالب كامل. نرجع بنوزع باقي مكونات الحلا. هيا عشان هيك أنا ما حطيته مرة واحدة، عرفتي ليش؟ أوكي هيا هلأ بدنا نضغطهم مع بعض. خلينا نشوف، أهم إشي ننظف مكاننا عشان نضل بالسليم. طيب هلأ شو بدنا نسوي؟ بدنا نضغط الخليط. بسم الله بصير زي العجينة. أنا بالنسبة لي هيك بقطعه زي قالب الكيك، وصراحة بيعطيك إيميل للطبق أكتر بأنه بيّن إشي كتير واو، هو نفس اللي أنت حضرتيه مكعبات إلى آخره. شايفة أول إشي بقرب عليه دائما أي نوع حلو؟ الأطراف. الأطراف هي اللي بتضبط شكل طبق الحلا. نضغط قوي قلبك، النايلون هو اللي رح يساعد. تمام يلا خلينا نجيب الجاهز نشوف شو النتيجة النهائية وإيش رح يطلع بطريقة التقديم وكيف شكله رح يكون لما بنقدمه. طبعا أنا استخدمت قالب شكله حلو وما بتدهني زيت. هلأ أنا دايما بقول لك ادهني بخت زيت
أو بخي بخت زيت ببخاخ الكسيح عشان يفك الحلو. هذا لما يكون الإشي كريم كراميل مهلبية جيلي، يعني الحلويات الباردة اللي بتتحرك، هذا الجامد ما بيطلع، فالنايلون هو اللي بيساعدك. بتلمي النايلون من الأطراف هيا وبتحمليه، شدي ما رح ينمزع معك، شدي قوي قلبك بطلع. ها طلع صح؟ يا هنشوف طلع، وهي القالب وهي القالب الثاني. يلا نرسم. رح أجيب طبق التقديم طبعا بما أنه هو لونه أسود، وعندي أنا رح أعمل كفر عليه من الكاكاو، إذا بالمنطق مش لازم أستخدم قاعة التقديم غامقة عشان ما يضيع لي هيبة الألوان اللي أنا بشتغل فيها. هاي أول نقطة. ثاني نقطة، بدك تشتغلي على مكان نظيف عشان ما نبهدل صحن التقديم. بعدين تحملي من تحت اللي أنا سويته، بتفكي عنه النايلون، بس تحطي على قاعدة التقديم بتشيلي إيدك. تمام؟ يا بسم الله. شايفة شو صار؟ هذا الأبيض اللي فوق من القشطة. بعدين رح نروح نجيب مصفاي ناعمة، أيوة، ونجيب من الكسيح كاكاو. الكاكاو مر، يعني بيعادل لك الحلاوة الموجودة في الحلا، والبسكوت تبع القهوة ديري بالك حلو عليه سكر. يلا بسم الله من بعيد. هذا هرنكش الثلاجة عشان مفتوحة ترن ترن ترن. يب هذا الحرنكش هو نوع من أنواع الفواكه المستوردة، مش زاكي، نعملوش طعم صراحة، بس بنحب شكله بطرق التقديم. نرفع قشرته، هي الثمرة وهيك بتنقطع. تمام. شكل ممكن، هذا شكل من الأشكال العشوائية اللي ممكن إحنا نحطها على طبق الحلو هيك، وممكن أعملها مثل الوردة اللي هي أنقي وحدة ورقتها نظيفة لونها فاتح وحجم أصغر. شوفي سبحان الله، هي لحالها تفتح زي الوردة، بتقسم سبحان الله، بتحسي إنها جاهزة تفتح زي الوردة. بعدين من فوق في مادة زي الصمغ، سبحان الله، شوفي إيش ممكن تحطري. تمام. بعدين نروح نجيب شوية بريد كرنت لحتى ناخد اوكي هالطريقة، وبعدين ممكن نحط شوية فريز بلاك رازبري احمر بلوبري اللي بدك اياه هالطريقة. وهيك بيكون طبقنا جاهز بالشكل النهائي. وبعض أنواع البريز هي اللي بتعطيكي مجال تبلشي ترسمي بالألوان، ولكن بده يكون في عندك عادة نوعا ما خط عشوائي بالميل لحتى يعطيكي زاوية بصرية تاخد كل الألوان، فصفت هاي الحبة معناها زيادة. وهيك بيكون جهز طبقنا بالشكل النهائي بكمشة بسكوت مطحون. يا ستي ما عندك هذا بسكوت مش رخيص على فكرة، الحبة يمكن بأربعين قرش الباكيت. ما عندك هذا البسكوت، جيبي بسكوت سادة وحطي عليه قهوة.
تزبط. اهو سرعتي الدواء بعد تمام، وهيك بيكون الحلى معنا كمان جهز بالشكل النهائي، وسوينا حلى مشخص بس بنفس الوقت مقادير سريعه وطريقه تطبيق اسهل، بالاضافه لوجود الكبسه بنفس الطنجره طبخناها مع بعض انا وياكم بنكهه التمر الهندي ووجود الكاتشب مع معلقه السكر. صراحه الخلطه رهيبه والتوليفه، بس تجربوها راح تعجبكم كثير. صار لازم اودعكم لاشوفكم غدا ان شاء الله، بما انه غدا الخميس وبعد الجمعه معناته فطور الجمعه علينا. جهزوا بيض مسلوق، وبندورة بلدية مفرومة، وتورتيلا، ورق سبانخ، لأنه بكرة بدنا نعمل 3 أطباق لفطور يوم الجمعة. ديروا بالكم على حالكم، بشوفكم غدا إن شاء الله. باي باي.